لنقاش هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم. بالتزامن مع ذكرى 99 لتأسيس الجيش العراقي دكتور، كيف تبدو المؤسسة العسكرية في العراق اليوم بعد مرور أكثر من 9 عقود؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف يعني واقع المؤسسة العسكرية اليوم ليس لا يسر لا قريب ولا بعيد كما يقال. كان لهذه المؤسسة تاريخ مشرف يشهد له الجميع، وكان لهذا الجيش جولات ولا سيما في الساحات العربية وتحديدا في فلسطين، لكنه واقع اليوم للأسف أنه أصبح هذه المؤسسة أصبحت أداة بيد الأجنبي وأداة لقمع أبناء الشعب العراقي وأداة للفاسدين وللطغاة للتسلط على رقاب الشعب العراقي وممارسة كل أنواع الظلم والاضطهاد بحق الأبرياء. نعم دكتور، كيف تفسر حالة الانحدار هذه التي وصل إليها الجيش العراقي بعد أن كان أحد أقوى الجيوش في العالم والمنطقة كما تفضلتم؟ يعني هم ممكن أنه نرجعها إلى أمرين أساسيين فضلا عن أمور أخرى. أهم هذه الأمور أن هذه المؤسسة هي أصبحت بديلة لمؤسسة عسكرية وطنية، والتي هذه المؤسسة اليوم هي التي أسسها الاحتلال بعد أن ألغى المؤسسة العسكرية الوطنية. وهذه المؤسسة بناها من قبل ميليشيات جاءت متوافقة وموافقة على المشروع الاحتلال ومؤتمرة بأوامر خارجية وتحديدا من جارة السوء إيران. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قضايا الفساد التي تنخر في هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الأجهزة الحكومية، أجهزة العملية السياسية، التي جعلت أيضا غير أهل الاختصاص وغير من يحمل الكفاءة في هذه الأمور وإسناد المناصب إلى غير أهلها، كل ذلك أدى إلى أن تكون هذه المؤسسة للأسف من حيث الداخل ليست كما يجب أن يكون، فضلا عن القضية الأساسية أنها تأتمر بأوامر خارجية، بأوامر الميليشيات وبأوامر سياسيين مرتبطين بالخارجي، فلذلك أصبحت حالها كما نراه اليوم. نعم. دكتور، ما هي انعكاسات تفكيك الجيش على الأمن والسيادة والنسيج الاجتماعي ككل في المجتمع العراقي؟ يعني للأسف دائما طبعا المفروض أن يكون الجيش هو حامي للبلاد، حامي لحدوده الخارجية وراعيا لأي مشاكل، راعيا من حدوث أي مشاكل وتداعيات على أبناء البلد. لكن للأسف لما كانت هذه المؤسسة باتت جزء من هذه العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة، ورأينا أنها بنيت على قضية هوية طائفية واندفاعاتها وولاءاتها طائفية ليس عقيدة وطنية، رأينا أن ذلك قد انعكس إلى أنها أصبحت مؤسسة بيد طائفة أو طوائف ضد طوائف أخرى أو تنفذ سياسات طائفية في البلد فضلا عن تنفيذها سياسات الفاسدين، وأصبح للأسف أحيانا تقوم أو تكون آلة لقمع المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة. كانت الهيئة قد ذكرت في بيانها بأن المحتل وأعوانه حرصوا على إنهاء مؤسسة الجيش وحلها في سياق إجراءات مرسومة الأهداف، ما هي هذه الأهداف؟ نعم، الأهداف واضحة لما قال أعلنها المحتل الأمريكي بما يسمى بشرق أوسط جديد، وهو تفتيت العراق وإحداث حالة من الفوضى والصراع وتفتيته مجتمعيا وإضعافه اقتصاديا وعلى كل الأصعدة. ولذلك كان من أولى قرارات المحتل الأمريكي وخاصة على يد الحاكم المدني في وقتها بريمر الحاكم الأمريكي أنها حل هذا الجيش والإتيان ببديل، وهذا البديل لم يكن لا بالكفاءة ولا بالمهنية فضلا عن كونه قد بني طائفيا على أسس كما بنيت بقية الأجهزة أو مفاصل العملية السياسية.
ربط بيان الهيئة أيضا بين نهضة العراق وإعادة تأهيل جيش وطني عراقي. ما هي الإجراءات الممكن اتخاذها لإعادة مؤسسة الجيش العراقي كمؤسسة عسكرية وجيش وطني يكون ولاؤه في الأول والأخير للشعب؟ نعم، الإجراءات لا يمكن أن تكون بمعزل عن بقية الإجراءات الأخرى، يعني نحن لا نتحدث عن إجراءات خاصة بهذه المؤسسة، لأنها في هذه الحالة ستكون إجراءات ترقيعية، يعني نتحدث عن إجراء جذري وهو بإزالة الخيمة لهذا الفساد ولهذا الخلل الذي نتج عنه وجود مثل هذه المؤسسة، أي بمعنى إزالة العملية السياسية الحالية بجملتها وبناء عملية سياسية وطنية. حينئذ سيكون من ضمن إجراءات أو من مخرجات العملية السياسية الوطنية هو بناء مؤسسة عسكرية وطنية، والعراق يمتلك من الكفاءات الكثير والكثير التي هي لديها القدرة على أن تستطيع النهوض بهذه المؤسسة من جديد، وبشرط أنه يكون ولاءها للعراق وأن يكون ولاءها لعملية وطنية وليس لتبعية خارجية. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.